السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب الأعزاء، أهلا بكم. نواصل دلوقتي إن شاء الله. كنا شفنا في المحاضرة السابقة بعض النهايات الهامة. دلوقتي بقى هنشوف ثمرة دراستنا لتلك النهايات، وليه كنا بنحتاجها وكنا بنركز عليها. الحقيقة عشان الموضوع اللي هو أهم والأصل أو الكور أو القلب بتاع المنهج بتاعنا اللي هو الديريفاتيفز. فالنهارده إن شاء الله هنناقش سوا في المحاضرة دي دلوقتي بإذن الله تعالى إيه مفهوم الديريفاتيفز. كلمة ديريفاتيفز بالعربي يعني مشتقات، وهي جاية من الكلمة الأجنبية أي درايف. درايف معنى يشتق، يسوق، يحصل على، يستنتج، يستخلص. فالمقصود ان بهذا الموضوع كيفية ان يكون عندي دالة ما واقدر استخلص منها او استنتج منها او احصل منها على معلومات مفيدة. على سبيل المثال، انت مثلا لما تكون عارف مثلا انك انت سافرت من مدينة اخرى وقطعت مسافة مثلا 100 كيلو، وده حصل مثلا في زمن قدره ساعتين، يبقى السرعة تستنتج حاجة اسمها السرعة. فمتوسط سرعتك أثناء الرحلة دي كام؟ هتقول لي ببساطة اقس المسافة على الزمن تطلع كام؟ تطلع 50 كيلو متر بإيه؟ في بير أور. يبقى أنت من حاجة موجودة عندك قبل كده استنتجت منها معلومة تانية. طب افرض بقى كنت انت عاوز تعرف سرعتك عند لحظة ما، ده بقى نقدر نجيبه ما يسمى الديريفاتيفز. نقدرش نجيبه بالصورة المعلومتين بصد دول، ان المسافة الكلية كانت كذا والزمن الكلي كان كذا، لا، ده بيديني حاجة اسمها السرعة المتوسطة فقط. لكن لو انا عاوز حاجة تانية تسمى السرعة اللحظية instantaneous velocity، فده مش هيكون متاح ليا الا من خلال الديريفاتيفز. فتعال نشوف الأول مفهوم أو معنى هندسي بسيط للديريفاتيفز، ثم بعد كده نقدر نشوف فيزيكال مينينج مرة واثنين وثلاثة وهكذا، ونحس بأهمية الديريفاتيفز في حياتنا وليه درسنا النهايات بالصورة المكثفة في الفترة السابقة دي. تعال نشوف سوا. عايز دلوقتي زي ما انت شايف كده، كنت عارض لك من شوية ليكتشر نوتس على الجزء الثالث ومعنون The Concept of Derivatives، مفهوم المشتقات. تعالى معايا في صفحة 2، هتجد ان هو مديلك بصورة عامة علاقة ما بين X و Y، علاقة ما بين X و Y اهي محور x محور y equals some function f of x، وادي عندي الجراف بتاع الدالة بتاعت على سبيل المثال. وكنت انا بادئ مثلا في نقطة ابتدائية عندي هنا اسمها b of x و y، ده initial position، ثم رحت لمكان اخر final position اللي هو q of x و y. خلاص؟ طيب بس هنا بقى دي x بتاعت ال y بتاعت ال b، ودي ال y بتاعت ال b. طب هنا بقى ال x بتاعت ال q اللي هي تختلف عن x بتاعت مين؟ ال b. يعني حصل تشينج في ال x هنسميه دلتا x، وحصل تشينج في ال y هنسميه دلتا y. يبقى دلتا x ودلتا y مقصود بيهم ايه؟ changes x and y in the new position relative to the initial position. خلاص؟ طيب تعالى سوا نوصل ما بين الموضوع الابتدائي والنهائي. ده بنسميه زي ما انت عارف وتر. زي ما انت شايف كده ممكن اوصل من موضع ابتدائي للموضع النهائي، من موضع الانيشال الى الموضع الفاينل، ازاي؟ ان انا امشي مسافه كده افقيه دلتا x، ثم اطلع مسافه راسيه مين؟ دلتا y. مظبوط؟ نبص كده كويس. الترينجل ده عباره عن ايه؟ رايت انجل ترينجل. مظبوط؟
طب دلتا واي على دلتا اكس ماذا تمثل ليك؟ في الواقع تمثل مين؟ ميل الوقت ليه؟ من الوتر ده على محور اكس. ازاي؟ لو انا كملت ده كده الانجل دي سام انجل سي سي هنا عندك نسميها ايه؟ سي مثلا سيتا، هي نفسها الانجل سيتا دي مظبوط. وبالتالي لما اجي اقول لك دلتا اكس هتقول دلت لي عباره عن مين؟ تان سيتا، يعني عباره عن مين؟ السلوب بتاع الكورس دون ريليتيف لمين؟ اللي محور اكس مظبوط. طيب بالله عليك كلما اقتربت شيئا فشيئا من انيشال بوزيشن ده هثبته، انيشال ده هثبته، وتعال اتحرك سوا من الفاينل انيشال، عمالين ننزل كده سنه في سنه في سنه في سنه في سنه في سنه. بالله عليك ايه اللي بيجري للدلتا واي؟ كل شويه الدلتا واي بتظهر بتقل بتقل. طب ايه اللي بيجري في دلتا اكس؟ هي كمان بتظهر. لما جيت الموضوع ده دي دلتا واي ودي دلتا اكس، لما جيت الموضوع ده دي دلتا واي وده دلتا اكس، لما جيت الموضوع ده دي دلتا واي وده دلتا اكس مظبوط. طيب يبقى كلما اقتربت شيئا فشيئا من كيو الى بي دلتا واي بتظهر ودلتا اكس بيجري على ايه؟ بتظهر. طيب تعال نساوي كبر كده شويه الحركه دي، ادي البي وادي الكيو. انت في الاصل كنت كده نزلت هنا بيتعامل كده، ده الوتر، نزلت هنا ده الوتر. خلي بالك ان الوتر ده بيمتد في اللانهايه من الطرفين بتوعه، بيمتد في اللانهايه، بيمتد في اللانهايه من الطرفين بتوعه، خلي بالك. فالوتر ده بس الحته اللي ما بين الموضع بتاع الموضع الهائي دي نفسها اللي بتظهر كل شويه، لكن لكن الستريت لاين اللي بيقع عليها الوتر موجود ما انتهاش. طيب في جميع الاحوال دلتا واي على دلتا اكس، دلتا واي على دلتا اكس، دلتا واي على دلتا اكس في كل تشينج ليست الا مين؟ السلوب بتاع الوتر المناظر. يعني لما جيت لما كنت اصلا هنا ادي دلتا واي على دلتا اكس، ده السلوب بتاع الوتر ده. لما جيت هنا دلتا واي على دلتا اكس، السلوب بتاع الوتر الجديد نمره 2 ده، 1 2 3 وهكذا. خلاص؟ لما اصل في الاخر من كيو الى بي ايه اللي بيحصل؟ الوتر ده لو كان ستريت القاطع ده اللي بيقطع الحنف نقطتين مختلفتين هيتحول من وتر الى تانجنت، هيتحول من وتر الى تانجنت الى مماس، الى مماس اهو تانجنت هنا اهو، بدل ما كان وتر اصبح ايه؟ مماس. وفي نفس الوقت الدلتا ويك داي والدلتا اكس فانيش، يعني ايه؟ بتنتهي تبقى بصفر. يبقى هنا از دلتا اكس ابروتش زيرو دلتا واي كمان ابروتش زيرو والكورد الوتر بي كيو بيتحول الى ايه؟ تانجنت. يبقى بدل ما كنت انت بتجيب كل شويه السلوب بتاع الوتر اصبحت تجيب السلوب بتاع مين؟ التانجنت. يبقى دلتا واي على دلتا اكس از دلتا اكس ابروتش زيرو في الواقع ده يمثل مين؟ سلوب اوف ذا تانجنت ات مين؟ ات بي. دي بقى الكميه دي اللي احنا بنسميها دي واي باي دي اكس، اختصار دي واي باي دي اكس. ممكن تكتبها كده دي باي دي اكس للواي، او ممكن تكتبها في بعض الاحيان زي ما اتعلمت في الثانوي تكتبها واي 1 الفيرست ديريفاتيف، او بنسميها الايه هنا الايه the change of y with respect to change of x as delta x approaches zero. وخلي بالك الكلام ده ملوش معنى الا اذا كان في نفس الوقت دلتا واي كمان بصفر. خلي بالك من كده، لو كان دلتا اكس بصفر ودلتا واي مش بصفر الكلام ده ملوش اي معنى خالص. ليه؟ خلي بالك بقى هنا نقطة بينا، مفروض as delta x approaches zero و must have delta y approaches zero ل otherwise
هنا ايه؟ will have no meaning. ليه يا ابني؟ تعال نشوف سوا. تعال نشوف سوا. لو احنا في حالة زي كده، بص كده، انا كنت هنا، ده الموضع بتاعي، الموضع بتاعي، واتنقلت الموضوع هنا. بص كده، لما اجي اتحرك من موضع نهائي كيو اهو، او ده خليها هنا او هنا، سيما مش هيجرى حاجه، سواء كنت في ناحيه اليمين او ناحيه اليسار، خلاص بي بي الموضوع الابتدائي بتاعي، خلاص. بص كده، كل ما انت عمال تغير مكانك، كل ما انت عمال تغير مكانك، كل ما انت تغير مكانك، تلاحظ ايه؟ ان دلتا اكس من موضع لاخر بتتغير، بتقل. لما اجي هنا بقى في الموضع ده عندي البي، اجد ايه؟ دلتا اكس بتضيع، لكن دلتا واي هاز فاليو. وبالتالي دلتا واي على دلتا اكس بتساوي كمية لا تساوي صفر على صفر. ده doesn't equal zero. whatever هو كام؟ يبقى هيديني هنا ايه؟ infinity. وده شيء طبيعي، لان المماس في اللحظة دي بدل ما كان كورد كده عادي، لا اصبح التانجنت vertical. لما التانجنت تكون vertical يعني بيصنع زاوية 90 مع الافقي، والتان 90 بكام؟ بانفينيتي. طبعا دي حاجة وده شيء اسهل، عشان كده بقول لك هي has no meaning. طيب افرض بقى ان افرض العكس، افرض العكس، ايه العكس؟ ان دلتا واي اللي بصفر، لكن دلتا اكس، دلتا اكس ما تساويش صفر. ده احنا بنقول لما ليميت دلتا اكس ابروتشز ايه؟ زيرو. دلتا اكس ابروتشز ايه؟ زيرو. لكن لو انت بتجيب تشينج على تشينج هنا، ولا دلتا واي على دلتا اكس as delta x approaches zero، فقلنا لو شفت بقى لو ما كانش ده يساوي صفر، ده هيدي كميه ما لا نهائيه ما لهاش معنى فوق. لو كان ده يساوي صفر هيدي صفر على ايه؟ على صفر. الله، بنحسبها ازاي؟ بنحسب درسنا الكميات السابقه ايه؟ كميات غير معينه اللي احنا عدى ونحسب فيها ونشوف العامل الصفري ونشتغل مع بعض ونطلع قيمه في الاخر بصرف النظر القيمه دي كام؟ يبقى طالما انا في صفر على صفر هطلع قيمه، لكن في صورة عدد على صفر هطلع قيمة صحيح، بس القيمة مالها لا نهائية. طب لسه برضه ما ردتش عليا. افرض بقى كان فوق صفر وتحت ما يساويش صفر. أقول لك في هذه الحالة فوق ما يساويش صفر، تحت ما يساويش صفر، يبقى هيدي كام؟ هيدي صفر. برضه نقدر نفسرها ازاي؟ بحاجة زي كده. تبص كده في هذه الحالة النقطة بتاعتي الأصلية أهي. دي النقطة بتاعتي. وادي النقطة كيو، ادي البي وادي الكيو. انت عمال تتحرك دي كده، ده طبعا بتنزل بتفتح بتنزل في النهاية، بتيجي كده بتيجي كده لغاية ما في الآخر كيو هتنطبق على البي هيعمل كده. أصبح المماس المرة دي شكله إيه؟ هوريزونتال أفقي. الله، وإما الكلمة زي ما الكلمة المماس أفق معناه إنه بيعمل إيه؟ بيصنع زاوية بتساوي صفر مع محور اكس. فهذه الحالة يبقى على طول مباشرة التان بتاع صفر بكام زي ما درسنا قبل كده بيساوي صفر. هندسيا ده يمثل ايه؟ يمثل هنا هوريزونتال تانجنت، يعني عندك ايذر ماكس اور ايه؟ اور مين. يبقى في حالة المماس اللي تكون التانجنت المماس بيساوي الاسلوب بتاعه بيساوي صفر، يبقى عندي هنا يتوقع ان عندي ايه؟ كان وي كان بريدكت ايذر مينيمم اور ايه؟ اور ماكسيمم. ده التفسيرات الهندسيه للكميه دلتا واي دلتا اكس از دلتا اكس بتقول للايه؟ للصفر. واحنا زي ما اتفقنا سوا بنسميها ايه؟ فيرست ديريفاتيف نوز لها بالرمز دي واي باي دي اكس او واي 1 او كمان ايه زي ما اتعلمنا واحنا صغيرين واي داش. كله هو عبارة عن حاجة واحدة. بس بيتحسب ازاي؟ هات التشينج في الفانكشن على التشينج في الاكس از التشينج في الاكس بكام؟ بصفر. على سبيل المثال تعال نشوف كده من الحاجات المهمة في حياتنا، مثلا
افرض ان انا عندي الفانكشن، افرض عندي الفانكشن، طب نخلي ناجل ده للمحاضرة الجاية علشان السايز بتاع المحاضرة ما يكبرش اكتر من اللازم.